فجأة بتذبح قولنا ورد بخريفك يا عمر. بس انت طول عمرك جبان، بشبابك كنت جبان وهلأ بختيارتك جبان. سعاد حرام عليك، انت بتعرفي كل شيء. لا انا ما بعرف، او بالحقيقة بعرف مظبوط شو معنى الخوف، الذل، الضعف، الرعب، هدول كلهم شو بيعملوا بالزلمة؟ بيحولوا لغنمة، لكلب، لبزاقة. بس! بس! مش هن الله بس! بعد عني! بعد عني لا توسخني يا ابن البيطار! بعد عني يلي قبلت تترك البنت يلي كانت تحبها وتحبك! بعد عني! سعاد! سعاد من شان الله لا تكوني ظالمة! أنا ظالمة؟ أنا ظالمة؟ أنا يلي حرموني من خطيبي ومن شبابي ورموني ببيت حيطانه شوك وأرضه شوك وفراشه شوك؟ أنا ظالمة يلي دورت عليك بليالي الضيعة الضايعة قالوا لي تركك وهرب؟ لوين هربت؟ لوين؟ لك ما هربت؟ ما هربت؟ ما هربت؟ خطفت ونحط الفرد براسي، حطيت بالمينا، قالوا لي إذا اطلعت مرة تانية على هالضيعة ما بيضل منكن يا بيت البيطار مخبر. ها خايف على بيت البيطار؟ ها وين البيت البيطار هلأ؟ ما سألت عنهن؟ بيت البيطار مرشح خالد حامد سيدي. ادخل. احترامي سيدي. المرشح خالد حامد. المرشح خالد حامد سيدي. زوجتك. أعوذ بالله سيدي، أنا عمري لا خطبت ولا تزوجت، يشهد الله على كلامي. آسفة، في شي غلط، ما تواخذوني. احترامي سيدي. ما قلت لي وين بيت البيطار هلا؟ ما سألت عنهم لما رجعت؟ سألت. شي سافر وشي مات وشي هاجر. برضاهم؟ طبعا برضاهم، لكن غصبا عنهم. ليش انت هاجرت برضاك؟ شو بتقصدي؟ ولا شي، ما بقصد شي. لا 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 بتقصدي. ابو عبدو كاسة مي بسرعة. حاضر خانوم. ما في شي بسرعة.
خير يا ربيع. شم ريحته، ريحة خالد. يا ربيعة، هون كلهم طلاب شرطة، شو ريحته ما ريحته، حاجة اللي صار جوا. تفضلي خلينا نمشي. شكرا يا ابو عبدو. صح يا معلم. بتحبي تشربي شيء يا بهاي؟ روح، انا مو جاي اشرب. حاضر. اسمع يا مرهش، انا طولت بالي عليك كتير اكتر ما بتستاهل. هلا بدي اقول لك كلمتين احفظهم منيح. عقلي يا سعاد. مريم متجوزة محمود، يعني بنتك متجوزة ابني، وما بدنا نخرب عليهم. بقى ولدنات الخرف تبعك بدك تبطلها، الحمام والمحارم المطرزة والقرنفل الابيض وصورنا ونحن اولاد صغار، هي كلها بدك تبطلها. أنا في عندي بنات صبايا وما بدي أخرب عليهم. بقى هلأ بتضب أغراضك وبترحل عن الضيعة وبترجع لمطرح ما أجيت، أو ذنبك على جنبك. يعني بقتلك وبحسب الله ما خلقك، فهمت؟ عشا على قدنا. على فكرة عملت لك شاي بالنعنع أطيب، مو هي؟ شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا 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 أبدا ابدا ما بقبل. منيح اجيتي يا اغاني. خير؟ شوفي تفضلي. اسمعي، لا انا ما بدي شهر عسل بعيد، انا بدي شهر عسل هون بالضيعه، يعني بكفي. بدك تاكل؟ هي من يوم ما طرقت لها راسها بالبارود يا بلش يخوخ، وكملت معها بوقعت السلم عليها. من امتى هي فوق؟ ما صار لها زمان. صحتين. صب لك شاي؟ ها؟ اخ يا اخ اخ، امتى بدك ترجع؟ امي والله اشتقنا له كثير، طوال ما ايه. هو غاب وكثرة الدياب حوالينا. طيب وخاله ابو الصيف، يعني ليش ما عاد مرق علينا يشوف بس شو عم بيصير فينا؟ خرسي. ولا يهمك، اعتبر الرسالة وصلت. على راسي، مع السلامة. بدران، يا بدران. شو ابن المختار اتصل بده شغلة من المختار، أنا رايح لعنده. روحة رجعة.
دير بالك على الوتيل. ها على راسي لا يكن لك فكر. وينك؟ اذا طلبني مرهج بيك قل له راح لعند المختار روحه رجعه منشان يجهزوا العشاء. يلا السلام عليكم. مع السلامه. يلا معك. يا صياح خير بصياح؟ الو يرضى عليك بصياح، عندي مشوار مهم لعند المختار، رساله مهمه من ابنه. طلع طلع بركه الحكي. لك يا ابو صياح شو بدك مني؟ خير؟ شو سويت لك؟ بس اللي شو بدك مني. طلع ابو عبدو. يا ابو عبدو خير بدران؟ مسيك بالخير ابو سطيف. ابو عبدو بدون ياك على التليفون. يلا جاي جاي. روح شوف شغلك، في مشوار ضروري انا وابو عبدو. ايه على راسي، بس في ابن المختار على التليفون بده ابو عبدو ضروري. يعني قلت لك ماله فاضي لك. ما بدك ابو سطيف، خلص يلا رايح انا. ما خاطرك. خير 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 صياح. روي روي. حاضر مت ما بدك، بس ابن المختار بده اني ضروري على التليفون. حاضر. طلع طلع. خير؟ شو في طالع اصواتكم؟ ما في شيء معلم، بس بدران صرخ لي يحكي على الهاتف مع ابن المختار. اهلين مصطفى اغا. اهلين وسهلين. تفضل نشرب فنجان قهوه بمعيتك، ولا كمان مستعجل مثل العاده؟ مستعجل والله من عجبك، نشربها بعدين ان شاء الله. اهلين اهلين ابو صياح. معلم كان المسدس بخاصرتي، لو ما طلعت بالوقت المناسب كانت نهايتي. ايه وصلت للتهديد بسلاح. طيب الله يعدمني اياك يا مصطفى اغا. امين يا رب. اطلب لي مرايه على التليفون لشوف. حاضر معلم. يمسيك بالخير ابو سطيف. حط لك عشا؟ ما بدي اتسمم. خير شو في؟ ما في شيء، روحي شوفي شغلك. روحي اتركيني. بكرة من الصبح فاهم؟ من الصبح. حاضر معلم، من الصبح بكير. وما بدي حدا يشوفكم أو ينتبه لوجودكم بالضيارة، لازم يبين حادث. واضح كلامي؟ واضح جدا معلم تكرم. وهون بدران وجماعتنا بيخبروكم بالتفصيل عن كل تحركاته. على عيني معلم. خبروا بدران الساعة 7 الصبح موعدنا عند جسر. مع السلامة. لازم دور عليك ولاقيك. وأنا مهما هربت منك كنت رح دور عليك ولاقيك. هيك؟ في حدا بيهرب من حبيبته؟ لما بيكون بيخاف عليها. بس الهروب ضعف. أنا كنت عم بهرب منك إليك مشان كون جدير بحبك. هذا خالد تبع زمان. مع أنه الزمان مو هو الزمان. لساتك بتحب الشعر؟ وعيونك أحلى ديوان شعر قريته بحياتي. ربيعة ربيعة ما
رجلي عم تجاني من وقعة امبارح. طيب حركيها شوي لشوف. لا لا ما بقدر. قومي قومي تسندي علي لأخذك سخن لك مي وملح وحط لك اياها فيها. قومي تسندي على مهلي. ديري بالك. أنا رايحة لعند أهلي استناك هنيك. قلتي انك طلعت زعلان من البيت. خير مصطفى؟ خير ان شاء الله. شو بك؟ قوم معي قوم. شباب يلا شباب بسرعه شباب. على مهلك على مهلك عنك عنك الله عنك. يلا يا رب. يا علي شو يلا تنشفي يا بي. طولي بالك هلا نشوف شو. شو يا اغا؟ فوتوني جوا فوتوني. يلا يا معلم برهش. معلم برهش ابو صياح بتطلع روحه. لسه ما طلعت معلم. وقع عليه صخره وعم ينازع لساته. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا امشوا خلينا نشوف شو القصة. أبو عبدو انت خليك هون ما بصير تترك الأوتيل. حاضر. يلا مع السلامة. ولي على قلبي وين عم يجيعوا هون أبي؟ يا قمر قمر يا جماعة حالته صعبة كتير. واحد ينادي الحلاق. لا لا ما حدا ينده لحدا. ما حدا بيمد ايده على ابو سطيف غيري. ليش يا بنتي؟ يا ابي انت ما بتعرف ما بتعرف. ما حدا يمد ايده على مصطفى غيري. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير خير. شو هالخبر اللي سمعناه؟ شو هالخبر اللي سمعناه؟ لك شلون صار معه هيك؟ حادث وقعت عليه صخره. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وهلا شو راح تعملوا؟ العمل عمل الله. لا ما بصير. لازم تاخدوا على المستشفى بالمدينة. لا لك شلون لا يا مدام؟ الرجال حالته صعبة وإذا ما أخذتوه على المستشفى بيروح منكم. ها هي أنا عم قلكم الرجال ما بيترك يا أمر. طيب وشلون بدنا ناخده على المدينة؟ ولو سيارتي جاهزة. أنا خلص انحلت سيارة بدران جاهزة. يلا شباب ساعدوني بحمله. يلا يلا استنوا أنا بدي روح معه على المستشفى. شو عليه؟ تفضلي. وهي
قهوة مساء الخير. قلنا مساء الخير، شبك؟ مساء النور. ربيعة كلها وقعة صغيرة، بكرة ما بتلاقي حالك غير عم تردي رد عليها إن شاء الله. والله ما بعرف يا فاطمة، رجلي اللي عم تجعني ولا قلبي اللي عاصف؟ أنا شو مقعدني هون؟ تاركي أهلي وعزي وناسي. طيب خدي روقي واشربي فنجان هالقهوة. حاسسني قلبي إنه في شي صاير يا فاطمة. قلبك ولا أنفك؟ فاطمة، لأني كل مرة بسمعك عم تقولي شامة شامة، هاي أول مرة بسمعك عم تقولي قلبي وعاصس وحاسس. خلصنا فاطمة. شو بكي؟ لك كأنه ورمانة من الصبح، بس هلأ ما بقى فيني، عم تجعلي كتير. طيب ارفعيها لبين ما روح جيب لك مجبر أو مجبرة. خير يا طير، مين جاية بهيك وقت؟ شو في أمي؟ خير إن شاء الله، خير. خليل آغا، أهلين، تفضل. يا أهلا وسهلا، خير؟ إن شاء الله خير. فاطمة ليش تأخرتي؟ رحت لعند أبو عبده وقال راعى العمرة. قمت رحت لعند أم كرمه، قال جوزها حالف عليها يمين ما تفوت لبيت حدا وتجبر. إيه شو يعني؟ يعني ما في غير تطولي بالك ونستنى للصبح ونروح على المستشفى، شو بدنا نعمل؟ طب وهي اللي ما بتكن علي؟ ماشي الحال، استنى للصبح، امري لله. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. اي وهلا تركت امر عنده بالمستشفى وانا اجيت مع بدران. بس شلون هيك صار؟ شلون؟ خلص امي خلص، بكره بنعرف بالمستشفى. الله يخليك يا خليل اخ، الا لبدران يجي لعنا بكره بكير. تفرم عينك يا غاي، يلا أنا بستأذن. الله معك، الله معك. يا عظيم على الشغل. شبكي؟ خير، شو جابوا لنا هون؟ لك مين هدول؟ أهلا. رجعوني رجعوني دخيلكم. لوين بدنا نرجعي؟ خلص رجعيني على البيت. ورجلي؟ بروح لغير مستشفى، دخيلكم رجعوني. طيب يا غير، تفضل تفضل. كيفو يا عمر كيفو؟ صادق الله معك. انه رح يكون معاها تمزق قربتها يعني. يا فاطمه كان لازم من امبارح تاخذيها على المستشفى. خلص خلص، هلا اخذناها على المستشفى ولفوها وقال خذوها على البيت. الحمد لله، انا كنت ميتة رعبه من النومه بالمستشفى. فاطمه الك ولا للديب؟ يا خسر الديب، انت امري بس. بدي اياكي تروحي على المستشفى تطمني لي، قلبي عم بيغلي، خايفه يكون محمود اغا صاير له شيء. روح انا. لا انت بيعرفوك، فاطمه بتروح. خلص انا بروح. طيب تقدر تديري بالك على حالك بغيابنا؟ أنا لازم أروح لعن جادو، هلكني هو يحط لي أخبار. إيه خلص أنت روح. طيب خاطرك. مع السلامة. يلا فاطمة ديري بالك على حالك، أنا ما بطولها. بس أعرف شو وضعه. ما بدري. ليش؟ لأنه مو مبين شيء، الرجال آكل ضربة على رأسه، وفي احتمال يكون صار ارتجاج بالمخ. يعني هذا الشيء خطير حكيم؟ قلت لك ما بعرف، هلأ معه 24 ساعة، إذا فاق وتغلب على الصدمة بيكون ما صار شيء وبتطلع سليمة.
وإذا ما تغلب؟ لا إن شاء الله بيتغلب. حضرتك زوجته؟ نعم. إن شاء الله بتطمن يعني. على إذنكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور دكتور عن إذنك لحظة إذا بتريد. نعم. ممكن تحكي لي بالتفصيل عن وضع المريض محمود رسلان آغا؟ محمود رسلان آغا؟ مين هذا؟ هذا اللي كنت عنده هلا. محمود رسلان آغا؟ ما عندنا مريض بالأسر. اللي عامل حادث وكنت عنده هلا حضرتك. الظاهر حضرتك مخربطة. هذا مو اسمه محمود رسلان آغا. يا دكتور الله يخليك، هلا بدك تعلمني على ابن خالتي. يا ستي اللي كنت عنده أنا مو اسمه رسلان آغا، اسمه مصطفى الحسين، ارتحتي؟ مصطفى الحسين؟ معقول؟ عن إذنك عندي جولة. مين هزك اللي حلبة؟ ليش بقى؟ ايه في التهاب حاد بضرعة، في جرح. وليش ما قلت هيك هذيك المرة؟ يا سيد جادو، يا أما ما كان موجود، يا أما أنا ما انتبهت له. طيب شو نساوي هلا؟ بسيطة، هلا بكتب لك على دواء. المهم هلا توقفوا حلبة نهائيا لتخف وتتحسن. طيب طيب. على فكرة طلع خالد حامد مو خالد حامد. ايه يا سيدي، وتشوف المسكين يا حرام طول الطريق راح تدوب من القهر والخجل. شو الملاهي، مو معقول الاصرار هذا. يا سيد جادو هاي بنت رسلان اغا. شو يعني نحن اولاد جاري؟ كمان انا ابن جادو اغا. معلم فكرك بينفود. مين؟ ابو صياح. الله اعلم. على كل الزلمة هلأ بالمستشفى، الله يلطف ويقدم اللي فيه الخير. لوين معلم؟ بدي يمرق على البيت شوف لوين وصلوا باللي طلبته. الله معك. لازم سكر البواب. لا لو المستشفى شو بدي يسوي؟ الحمد لله، كنت مفكرة انه محمود آغا صار له شيء. ربيعة هلا أنا مالي عم بفهم عليكي، مو هذا هو محمود آغا اللي عم يلاحقك ويمكن يقتلك إذا شافك؟ هل قد خايفة عليه يصير له شيء؟ هذا محمود آغا يا فاطمة، آخر بيت رسلان آغا. إيه أكيد مثل ما قال حسان، هالعيلة فيها شيء لله. قليلي مين هذا اللي كان مصطفى الحسين؟ لا هذا خالي. أهلين أهلين، تفضل تفضل. وين تلفونك؟ تفضل يا خالو. طلب لي الأغا. أنو أغا؟ شو أنو أغا؟ ليش كم أغا عنا بالضيعة؟ ابني محمود أغا. حاضر، بس لو بدي أطلبه؟ هلأ مو هو حكى معك من كم يوم؟ مبلا. خلص اطلبه مطرح ما حكى معك. يا خالو يعني عدم المؤاخذة. شو؟ ما بتعرف نمرته؟ لا والله ما اعطاني اياها. ليش؟ لا انا طلبتها منه ولا هو اعطاني اياها. طيب يعني ما قالك باي اوتيل نازل؟ ما اعطاك عنوانه؟ لا. وبعدين؟ امي الله يخليكي، الله يخليكي لا تنهزي، خلينا نمشي بعدين نحكي. لك الدنيا رح تخرب، لازم الاغا يكون هون، لازم. اختك مطيعه وخالك مصطفى. الله يرضى عليك يا ابو. اذا اتصل الاغا خذ نمرته، عنوانه او اندهله. ضروري نحكي معه ضروري. الله يخليك إلا يجي، محتاجينه ومعتازينه كثير. إلا يترك كل شيء ويجي، الدنيا فلتت بغيابه. حاضر حاضر. يلا الله معكم الله معكم. خلص أخي انساها وحل عنا. إيه ما بقي نسوان بالدنيا غيرها. لك أخي ما بقدر ما بقدر. وليش ما بتقدر؟ اخي حاس انه الشغله صارت تحدي، حاس انه عم تزلني، يعني عم تقلي انا بنت رسلان اغا وانت ما بتناسبني. لا عم تزلك ولا شيء،
أخي القصة وما فيها إنه البنت متجوزة وبتحب جوزها وعم تنتظره. لك أخي ماشي الحال، بس وين جوزها؟ ما حدا بيعرف. ولإمتى بتضل تستنى؟ كمان ما حدا بيعرف. طيب بركي مات؟ ممكن، بس كمان ما حدا بيعرف. لا هيك تخنت يا، لازم حدا يعرف. لا تتعب حالك، لازمك شيء، بدك شيء قول قول. خلاص 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 خلاص. لا لا لا، شو عملتي؟ ما عملت شيء. تفضلي تعالي مرة، تفضلي تفضلي، انا بتصرف، انا بتصرف. تفضلي يا أنسة فاتن، أعطيني أعطيني ابنك، بدي بسرعة. اللهم شلونه يا أمه؟ الله يعينك. فوتي له هالأكلات، الدكتور ماني حدا يفوت عنده. بعد إذنك أغاية فوتيهم يا بديعة. هلا لك ما حدا يفوت لهون. الحكيم خايف علي. الحقيقة ماني عم بفهم ليش ما بدك. قلبي مو مشروح. اوهو علينا، شو قلبي مشروح وقلبي مو مشروح؟ عم بقول لك هاي مزرعة يعني شيء حلو كتير، وفيلا وغدا. طيب بدي اسألك، ما اشتقتي للبرية؟ بذمتك احكي، ما اشتقتي للبرية؟ ربيعة لازم تروحي. لازم روح؟ ايه، على القليلة بتغيري جو. ما شفتي حالك كيف بكيتي وحبستك بهالبيت ورجلك؟ أنا بكيت؟ ربيعة بتغيري جو. بعدين غدا بالبرية، لك في أحلى من الغدا بالبرية؟ والرجال مو غريب، منعرفه منيح.
ثلاثة أيام يا أبو سطيف، مو حاجتك. طيب ليش ما عم تحكي معنا؟ ليش ما عم يرد علينا يا قمر؟ ليش؟ شو يا أخي؟ شو في؟ بتعرفوا يا جماعة؟ أنا حاسس حالي اليوم أسعد واحد بالدنيا. خير ليش؟ يعني حاسس قدامي كل شيء، المي والخضرة، وقدامي أحلى وجه حسن بالدنيا. شبنا ست ربيعة؟ ما تحني علينا بقى يا جماعة، حننوا علينا. والله كمان نحن مستاهل ضحكة، ضحكة يعني ضحكة صغيرة لوجه الله. يعني أنا بعمري ما شفت واحد بيشتغل شحات ضحك، إيه أنا اليوم شحات ضحك. بالإذن منكم لحظة، ممكن فاطمة تقومي معي؟ إيه حاضر. عن إذنكم. تفضلوا. خير شبهها؟ طفشي بس أكيد انحرجت يعني، عادي. أنا هيك طبعي، بحب أقول الحقيقة للأهل. يعني بده يضلوا هيك طول عمره؟ أنا ما قلت بده يضلوا هيك، قلت إنه الحادث أثر على مركز النطق عنده. دكتور بس ما حكيت شيء، يعني بده يضل هيك ولا رح يتحسن؟ قلت وقلت إنه الأمر معلق وصار بين إيدين الله، ممكن بعد دقيقة يحكي، ممكن، وهي لحد هلا العلم ما له تأثير عليها. شو معناته هالحكي أمي؟ يعني خالي على طول بده يضلوا أخراس؟ ما بعرف هلأ هذا حكي بتحكي وحدة مثلك؟ لك يا جماعة كل الوقت شام مريحة ما حلوة، رح اختنق. بس هذا بده يكتب لك الفيلا والمزرعة وانت شفتيهم قديشهم حلوين، وبس قولي ايه. لا. طيب ليش؟ ما حدا عم بيفهمني يا جماعة، ما حدا عم بيفهمني. لك في ريح، انتو ما شميتوا شي؟ انا لا والله ما شميت شي. فاطمة انت شميتي شي؟ لك يا حسان هي بتقصد غير ريحة الشجر والزهر. هالزلمة في شي غلط، في شي مو منيح. على مهلك على مهلك. آغا لازم يطلقها. يا بنت الحلال يا ابن الحلال، عاجز وأخرس وفقير، شو بدها تعمل فيه؟ لازم يطلقها. يعني البنت ما رح تتجوز طوال ما هي معتقدة إنه خالي الطيب؟ الحقيقة يا سيد جادو ما حدا بيعرف إذا كان لساته طيب أو لا بعد هذاك الحادث الفظيع بالضيعة. شو عم تحكي؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ يا أمي أخدته قوي وبعزه ولسانه مثل البلبل، هلأ ارميه. لك يا بنتي الرجال صار عاجز وأخرس، شو بدك تقضي عمرك تخدميه؟ لا إله إلا الله. يا أمي جبتيني من بيتي وخليتيني أترك الرجال لحاله مشان تقليلي طلقيه. ما عاد يناسبك. وابنه، وابنه اللي ببطني شو عمل فيه؟ شو؟ حبلة؟ اي نعم، وبالشهر الثالث بتحبي طلقه وربي ابني يتيم؟ Thank you.
يا سيدي. وهلا خلينا نشوف شو بدها تجاوب. تفضل. تعب حالك ابو سطيف، اعمل لك فنجان قهوة. راح اعمل لك. ضيعت كل شيء يا فاطمة، ضيعت كل شيء، اهلي وناسي وعزي. وهي خالد كمان. شو ابو خالد؟ مات؟ انا عم دور عليه من قرن لقرن، وهو ميت من تاني يوم طلع وفي من ضيعة. قولي علي عليك على الحظ. ليش يا ربي؟ ليش؟ أهلي ما عاد فيني أرجع لهم. خالد اللي هربت مشانه مات. يا لعنتي عليك يا ربي، عشو بدك تعملي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اي والله تأخر كتير. اي والله تأخر كتير. وخاله أبو الصيف مطروح كمان. سين أنا عم بستناك. سين عم بستناك أنا. ايه ها، ولا تنسي لي هالمصيبة كمان. قولي بالك يا. لوين لوين أمي؟ لوين؟ رايحة بدل تيابي وأوصل لعند أبو عبد أشوف إذا كان في أي خبر عن الآخر. لا معلش حضرتك ارتاحي، أنا بطلع، أنا بطلع بروحي. تفضلي ارتاحي أمي. لا تتزوجعي كتير ولا تحكي مع حدا، مو ناقصني مصايب. ولي عليكم كلكم سوا. سين 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 لك اخرسي. لا تليفون ولا خبر. بالمرة يا ريت يا ست بديعة. وبعدين يعني؟ بعدين؟ طولوا كتير هيك، رح يصلون 4 شهور. على عيني، بس يتصل أنا ببلغه. طبعاً هن مبسوطين هنيك ولا على بالهم، ونحن هون. معلش عمو، معلش، عرسان ومبسوطين، خليهم على راحتهم. بعدين مريم، في عندك كذا شغلة بالولايات بدها تساويها. اه مزبوط مزبوط، معك حق عم. الله يبسطهم الهي. شكرا، يعطيكم العافية. مع السلامة. مع السلامة. الظالم ورد حلم، والظالم ورد ظلم.